يعني خوف لكشمي من القصة طبيعي كتير، بالآخر هي من هاي العيلة وما بتقدر تغلط وتعشق حدا. أبوها صعب وما رح يسمح لها تعمل هيك أبدا. شوف ساتيا كانت، أنا مشغول بالي كتير على لاكشمي، بالآخر أنا بكون زوجة أبوها وبعرفها منيح. حتى لو كانت لاكشمي عشقانة ما رح تقدر تعبر عن حبها لحدا أبدا. شو فيني أعمل؟ يعني العيلة ربتها على هيك شغلة وكبرتها عليها. عم تفهم علي ما؟ هلأ وصلت لك اللي بدي اياه يا ساتيا كانت، وانت يا شاطر رح تعمل الشي اللي بدي اياك تعمله، ورح تشعل النار بعد هالشي، ورح يتحقق اللي براسي.